مرحبا. نوع من الطيور عادية الشكل لكن تصرفاتها غير عادية على الإطلاق، الخرشنة القطبية والهمام بترحالها. الذعاد صاحبة أطول هجرة على كوكب الأرض وبتحلق بالسماء عبر للحدود والقارات لمسافة آلاف الكيلومترات ما بين القطبين الشمالي والجنوبي. منتقل لحالة الطقس، عم توالي درجات الحرارة انخفاضة مع بقاء أعلى معدلاتها بحوالي درجة 3 درجات مئوية بأغلب المناطق، والجو بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة لها تزخات من المطر عم تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد فوق مناطق متفرقة. أما رياح شرقية لجنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع حبات نشطة عم تتجاوز سرعتها 40 كم بالساعة. أما عن الرطوبة فعم تراوح بين 60 و90%، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 21 درجة. مثل طقس العاصمة دمشق اللي عم تكون الأجواء فيها ماطرة وعم تسجل فيها الحرارة العليا 27 درجة. رح نكفي عن المحافظات السورية ورح نبدأ أولى جولاتنا من المنطقة الجنوبية. الأجواء ماطرة عم تسجل بسويدا 21 درجة، بدرعا 25 درجة، بالقناطرة عم تروح بين 14 و22 درجة، والطقس عم يكون بين الصحو والغائم جزئيا. أما عن المنطقة الوسطى فعم يكون الأجواء ماطرة عم تسجل بحمص 24 درجة وبحما 26 درجة. رح كفي المنطقة الساحلية اللي عم يكون فيها الطقس بين الصحو والغائم جزئيا وعم تسجل فيها الحرارة العليا 25 درجة. رح كفي هلا بجولتي على المنطقة الشمالية على إدلب وحلب، فمتوقع فيها تساقط أمطار وعم تسجل بإدلب 25 درجة، أما بحلب عم تراوح بين 16 و26 درجة. أخيرا رح أختم جولتي مثل العادة بالمنطقة الشرقية، فعم تكون الأجواء ماطرة برقة عم تسجل 25 درجة، الحسكة 23 درجة، وبدير الزور 26 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة تبقوا بخير.